سجن مسكون بالأشباح في جزيرة معزولة تماماً بيحوطها القروش من كل اتجاه. احتمالات نجاتك من المكان ده 0%. لو لسه مش عارف أنا بتكلم عن إيه، تعال أحكيلك. سجن ألكاتراز أو جزيرة ألكاتراز هو مكان تابع لولاية سان فرانسيسكو. بدأت قصة السجن ده مع الهنود الحمر واللي كانوا معروفين بالدموية وشدة العقاب، واللي استخدموا جزيرة ألكاتراز كنوع من أشد أنواع العقاب. ما هو اللي بيروح مش بيرجع، ده رغم إنها كانت مجرد جزيرة لا فيها حر ولا اي نوع من الحراسة، لكن محدش اتحكم عليه انه يدخل المكان ده وخرج منه. عقابك ان الجزيرة دي كانت معروف انها مسكونة بالجن والعفاريت، واللي بيتنافوا هناك كانوا بيموتوا بطرق غريبة وخارقة للطبيعة، ودي مش حالة او اتنين، ده اللي حصل لكل اللي راح هناك. وفي منهم اللي مات بالإيحاء من غير ما يتعرض لأي حاجة، وطبعا لو في سجين حاول يهرب من الجزيرة فأهلا القروش هترحب بيه. وفضلت القصة دي مستمرة بين الهنود الحمر لسنين طويلة لحد ما اكتشفوا الأمريكتين، وبعدها استخدموا الجزيرة دي كسكن عسكري. بعدها وفي 1934 استخدموا الجزيرة مرة تانية كسجن فيدرالي، وكانوا مجمعين فيه أخطر مجموعة من المجرمين على مستوى العالم. ما هو السجن ده كان المرحلة النهائية للمجرمين اللي مش بيلتزموا في السجون التانية، فطبيعي يبقى وقتها أعنف سجن موجود في العالم. لحد هنا ممكن الكلام يبان طبيعي، لكن اللي مش طبيعي ان اللي كان بيخرج من السجن ده ان خرج كان بيبقى ساكت تماما، ما بيتكلمش نهائي، لحد ما تمر عليه بعض الايام وانتحر. واللي خرج منهم بيتكلم قال ان السجن مسكون باشباح كانت بتعذبهم طول الليل وما كانوش بيسيبوهم لحظه واحده. السجن كان عباره عن 378 زنزانه معزول بشكل كامل عن اي شكل من اشكال الحياه. ال 378 زنزانه ب 378 سجين كل واحد فيهم ليه قصة مختلفة، لكن التشابه الوحيد ان كان في نشاط مش طبيعي بيحصل في المكان. وده مش كلامي ولا كلام المساجين بس، ده كلام ناس متخصصة درسوا السجن لفترات طويلة، وقالوا ان المكان ده بيحصل فيه ظواهر خارقة للطبيعة. قالوا انهم دايما بيسمعوا اصوات اقدام ناس ماشية جوه السجن، او اصوات صرخات وتعذيب عالية جدا بالليل من جوه غرف السجن الفاضية اللي محدش بيسكنها. ده غير ان في شهود عيان قالوا انهم شافوا ظواهر غريبة جدا، منها انهم كانوا بيشوفوا مساجين كانوا موجودين قبل كده وما بقوش موجودين، وكان بيظهر في السجن اضواء زرقاء بدون اي مبرر، واصوات غريبه اكن حد بيجر حد، واصوات سلاسل وحاجات غريبه كتير. والغريب ان كل الاوض اللي كانوا بيسمعوا منها الاصوات دي كانت اوض فاضيه. والقصه الاشهر عن السجن ده كانت لاحد السجناء اللي في يوم حكى انه شاف كائن ظلامي اسود لدرجه التفحم وعينه كلها حمراء ومتوهجه وكانها حته من جهنم وشكله مرعب ومخيف جدا. لكنه بعد ما حكى الكلام ده بساعات لقوه في الزنزانه بتاعته متفحم وعلى وشه علامات الرعب والخوف والقلق. والغريب اكتر في الموضوع ان العاملين في المكان اكدوا انه ما كانش فيه اي ماس كهربائي ولا اي حريقه ولا اي حاجه تخليه يتفحم بالطريقه دي. والظواهر الغريبه ما كانتش بس بتحصل للسجناء او العاملين في السجن، لا ده كمان رؤساء السجن تعرضوا لظواهر غريبه جدا. واحد من رؤساء السجن بيحكي انه كان بيحس بالبروده في عز الحر والعكس، وكان بيحس دايما بايدين بتلمسه، ده على الرغم انه كان بيبقى معاه افراد امن في نفس الاوضه. وواحد تاني من المسؤولين عن السجن قال انه بيسمع اصوات سيدات بتبكي، والبكاء ده بيكون شديد جدا لدرجه النحيب، واوقات بيسمع اصوات بتضحك، والكلام ده بيبقى في نص الليل على الرغم ان السجن ده عمره ما دخل واحده ست. اما بقى عن حراس السجن اللي حكوا عن ظواهر غريبه جدا، منها انهم كانوا بيشوفوا في الممرات راجل طويل جدا وهيئته غريبه، وبمجرد ما يقربوا منه كان بيختفي، واوقات كان بيظهر لهم على هيئه طفل. واستمرت الظواهر الغريبه والناس تموت لحد ما امر المسؤولين بقفل السجن تماما بحجه ان المسؤولين شافوا ان السجن ده قاسي جدا. وبعد ما حكيت لك عن قصه سجن الكاتراز، ما تنساش تقول لنا رايك وتشاركنا قصصك الغريبه او تقول لنا عن موقف مرعب حصل معاك. وطبعا ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.